الولايات المتحدة الأمريكية حركت البنتاغون نحو العراق في توقيتات خطيرة للغاية، وهذا التحرك جاء من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي فجأة ظهر في العاصمة العراقية بغداد بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وهو التقى رئيس الوزراء العراقي، التقى بعدها في إقليم كردستان رئيس إقليم كردستان طبعا، وأيضا التقى السيد مسعود بارزاني. وهذه الزيارة كما وصفتها السي بي اس نيوز الأمريكية والعديد من الأوساط الأمريكية وحتى العربية بأنها زيارة غير معلنة، وهي فعلا غير معلنة عندما تلقي نظرة على البيان الذي صادر من وزارة الدفاع الأمريكية قبل البدء بزيارته، زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى الشرق الأوسط. عندما تنظر فعلا ليس هنالك اسم العراق حاضرا، هنالك الأردن ومصر وإسرائيل، ولكنك عندما تلقي نظرة مركزة على الأسطر التي ذكرت هنا فإنك ستلاحظ بأن فعلا هنالك زيارة بشكل أو بآخر ستكون إلى نقطة معينة خارج هذه البلدان التي ذكرناها لكم. وطبعا هي ذكرت بهذا الشكل في رحلة متعددة الأيام للقاء القادة المدنيين والعسكريين في الشرق الأوسط بما في ذلك قادة الأردن ومصر وإسرائيل، أي بما معنى أن هنالك نقطة معينة سيزورها وهي ليست هذه البلدان. واضح بأن الأمور أصبحت واضحة بالنسبة لنا، وهذه الزيارة هي كانت إلى العراق بشكل واضح، وهذا الرجل يعرف العراق تماما، فهو كان آخر قائد عام للقوات الأمريكية في العراق منذ احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للبلاد في عام 2003، وبالتالي هو يعرف الكثير مما يجري في العراق ورجل ليس بالغريب أبدا على هذه المنطقة. السؤال، ما الذي يريده لويد أوستن هنا من خلال هذه الزيارة التي قام بها للعراق؟ مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية تحدث لوكالة رويترز بمجرد وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد وقال ما سيسمعه العراقيون منه هو التزام بالاحتفاظ بوجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية، الولايات المتحدة مهتمة على نطاق واسع بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق، وبحسب تفاصيل خاصة ومعلومات خاصة تحصلنا عليها من واشنطن بأن هذه الزيارة كانت زيارة ناجحة لوزير الدفاع الأمريكي، وخاصة مما رآه من رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني، دعم كبير لجهود رئيس الوزراء العراقي وجهوده طبعا ضد تنظيم داعش الإرهابي في مسألة عدم جعل العراقي نقطة خلاف أو نقطة انطلاق للهجمات أو غيرها. تعاون كبير أساسا سيكون حاضرا من قبل رئيس الوزراء العراقي وأيضا وزير الدفاع الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هنالك رضا كبير للغاية من هذه الزيارة قادمة طبعا من واشنطن، وحتى في زيارته أساسا إلى أقليم كردستان وهو أمر أكده خلال زيارته أيضا لبغداد في مسألة مرتبطة في توحيد البيشمركة، وأن يكون هنالك تقاربا بين أقليم كردستان وبين العراق في المسائل المختلف عليها. وبالتالي الزيارة بشكل عام ناجحة للغاية بالنسبة إلى لويد أوستن، ولكن عندما ننظر إلى التفصيل الذي نشر من المسؤول في البنتاغون هنا لرويتر سنلاحظ بأن هنالك تركيزا بأننا باقون في هذه المنطقة، لن نخرج من الشرق الأوسط، هو نفس الأمر الذي ذكره عندما بدأ بزيارته إلى الشرق الأوسط التي ابتدأها طبعا من المملكة الأردنية الهاشمية، والتي ذكر فيها بهذا الشكل كما تلاحظون كما وثقته الفاينانشال تايمز، قلنا مرارا وتكرارا طمأنا حلفائنا بأننا سنبقى هنا لفترة طويلة، هذه منطقة مهمة ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للعالم، بل إنه تحدث أساسا كما وثقت الفاينانشال تايمز وقبل وصوله للعراق عن مسألة خطر إيران على المنطقة وتعاون إيران مع روسيا، فهو تحدث ببساطة وقال بأننا نعلم تماما بأن إيران الآن بإرسالها لطائراتها المسيرة إلى روسيا واستخدام روسيا في أوكرانيا فهذا أعطى خبرة كبيرة لإيران في استخدام هذه الطائرات المسيرة، وهذا يعني بأنها أخبار غير جيدة على الشرق الأوسط، وبأن هذا يعني أن الهجمات ستكون خطيرة للغاية على الشرق الأوسط بشكل عام وأكثر تأثيرا وأكثر فعالية بسبب الخبرة التي اكتسبوها هنا. أيضا في نفس الوقت هو أكد بأن إرسال تكنولوجيا الطائرات المسيرة من قبل إيران إلى روسيا ستتسلم أيضا أو روسيا سترسل مقابل هذه التكنولوجيا تكنولوجيا أخرى مختلفة، ولكنه لم يحدد هذه التكنولوجيا. بشكل عام هو يتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة من شراكة إيران وشراكة روسيا الدفاعية الكبيرة، لأن هذا الأمر هم طبعا إيران وروسيا تواجه الناتو عن طريق أوكرانيا، وكذلك روسيا وإيران تواجهان
الولايات المتحدة الأمريكية والتواجد الأمريكي في الشرق الأوسط، وهذا يوضح لماذا هو يتحدث بأنهم موجودون في هذه المنطقة ومستمرون لكي يستمر النفوذ الأمريكي، وبالتالي نحن باقون لفترة طويلة. وبالحديث عن الطائرات المسيرة، فواحدة من النقاط التي زارها ألا وهي إقليم كردستان شهدت الكثير من الهجمات بالطائرات المسيرة من نفس الطائرات التي تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني، ألا وهي الشاهد 136 المفخخة. نفس هذه الطائرات شهدنا مرارا وتكرارا في العراق استخدامها من قبل إيران بشكل مباشر على الإقليم في ضربات كانوا يتحدثون بأنها تأتي ضد الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان. والمشكلة كان هنالك هجوما على إيران مؤخرا في 28 يناير على أصفهان على مصنع محصن للطائرات المسيرة كما تحدثت الغارديان. ضرب هذا المصنع طبعا كما شهدنا كما تحدثنا في 28 يناير، وإيران اتهمت عن طريق نور نيوز المقرب، هذا الموقع المهم المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، اتهمت بشكل واضح الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة بأنها هي التي ساهمت في إدخال طائرات الكوات كوبتر التي استهدفت منشأة أصفهان. وفجأة مرة أخرى إقليم كردستان والعراق بأكمله يجد نفسه وقد يجد نفسه وأصبح تحت الخطر بأنه قد يتعرض إلى الهجوم بهذه الطائرات المسيرة من شاهد 136 مرة أخرى على الإقليم، وهي قد تزعزع الأمور بالنسبة أيضا للولايات المتحدة لأنها مهتمة في مسائل الطاقة، ومسائل الطاقة مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. فهنالك حرب طاقة عرفناها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وعندما نتحدث عن الطائرات المسيرة فقبل 48 ساعة من الآن المونيتر كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن هنالك مناورات قادمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ستتم في المملكة العربية السعودية في تدريب خاص ونادر ومركز ويحدث لأول مرة في الشرق الأوسط لمواجهة خطر الطائرات المسيرة الإيرانية. وبالتالي نحن أمام تركيز في هذه المسألة كبير للغاية، ويجب أن ننتبه إلى التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط مع زيارة الرئيس الأمريكي وزير الخارج أو وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المفاجئة طبعا إلى الداخل العراقي. فكانت هنالك مثلا تحركات قد لاحظناها من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ألا وهو الجنرال مارك ميلي، الجمعة الماضية كان في إسرائيل، ذهب في زيارة أيضا غير معلنة إلى شمال سوريا بشكل مفاجئ السبت، وبعد ذلك جاء لويد أوستن ليقوم بزياراته، وكان في المملكة الأردنية الهاشمية يوم أمس، جاء اليوم في زيارة غير معلنة إلى العراق، يوم غد من المفترض أن يكون في جمهورية مصر العربية، وبعد ذلك يوم الخميس من المفترض أن يكون في إسرائيل. تحركات مكثفة وكبيرة وخطيرة، ويركز عليها الكثيرون لسبب مهم للغاية، أنها تأتي مباشرة بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران فعلا خصبت اليورانيوم بنسبة عالية في نقطة معينة وصلت إلى 83.7% تقريبا 84% نقطة كبيرة متقدمة من تخصيب اليورانيوم تسهل على إيران الوصول لأولى قنابلها النووية بحسب تقييم البنتاغون خلال 12 يوما إذا ما قررت إيران الوصول لهذا الطريق. وهذا الأمر حتى هذه اللحظة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلا إجابات عليها رغم اجتماع مجلس المحافظين وزيارة رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران والعديد من اللقاءات، ولكن الأمر لا زال غامضا ولا زال خطيرا. وهنالك معلومة أخرى وهي وصلتنا بشكل خاص وحصري هنا في برنامج رأس السطر وعلى قناة التغيير الفضائية بأن لويد أوستن أثناء زيارته لمنطقة الشرق الأوسط كان قد أبلغ القادة الموجودين وقادة البلدان التي زارها بما فيها العراق بأننا لن ولم نسمح لإيران بأن تصل للقمة القنبلة النووية بأي شكل من الأشكال، وعليكم أن تعلموا هذا. وعندما يأتي وزير دفاع دولة ما وزير الدفاع الأمريكي ويبلغك بأنني لن أسمح لإيران بالوصول للقنبلة النووية، هذا يعني بأننا قد نحلق فوق أجوائك ونضرب المفاعلات النووية إذا اضطرنا لذلك، لأن هذا أمر مزعزع للمنطقة سيؤدي إلى تسلح النووي وغيرها. في رسالة خطيرة للغاية طبعا بحسب المعلومات الخاصة التي تحصلنا عليها والقادمة من واشنطن بشكل مباشر. وبالتالي هذه التحركات ليست عادية أبدا، بل إن هنالك تحركا خطيرا الآن تم مرتبط هو أساسا بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية، مرتبط
بقضية ضرب المفاعلات النووية، صدق أو لا تصدق، وهي مرتبطة في مناورات العلم الأحمر التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المناورات عادة تتم في ولاية نيفادا في قاعدة يطلق عليها قاعدة نيلس الجوية الموجودة إلى شمال شرقي لاس فيغاس في هذه الولاية الأمريكية المهمة، واحدة من المناورات المتقدمة للغاية، واحدة من أهم المناورات على الإطلاق التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. وجيروزلم بوست كانت كشفت بأن إسرائيل أساساً لم تشارك في هذه المناورات العام الماضي بأكمله، لم يشاركوا أبداً، بل حتى في الشهرين الأولين من هذا العام كما تلاحظون من شارك في مناورات العلم الأحمر تحديداً هي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكذلك بريطانيا. وكما تلاحظ المناورات كانت من 23 من يناير وحتى 10 من فبراير في نيفادا في قاعدة نيلس التي تحدثنا عنها. الآن التفاصيل الجديدة بأن إسرائيل مشاركة في هذه المناورات التي تعتبر من المناورات الخطيرة للغاية كما تحدثت time.news وقالت الآتي: أقلعت العشرات من طائرات الشبح F-35 طبعا وطائرات التزود بالوقود والنقل والاستخبارات صباح اليوم من إسرائيل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في تمرين العلم الأحمر بقيادة القوات الجوية الأمريكية في نيفادا، نقلا عن قناة كان العبرية هي التي نقلت هذه التفاصيل. وهذه القاعدة الآن عندما إذا ما اتجهنا إليها لكي نلقي عليها نظرة، هذه الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي ولاية نيفادا وهذه هي لاس فيغاس، إلى شمال شرقها تأتي قاعدة نيلس إير فورس بيس طبعا وبالتوجه إليها. وإذا ما ألقينا نظرة على هذا المربع فقط لنرى طبيعة الطائرات الموجودة على سبيل المثال بحسب جوجل إيرث، ستجد نفسك بأنك أمام واحدة من أخطر الطائرات الاستراتيجية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، وهي طائرة البي 1 بامر. هذه واحدة من الطائرات الخطيرة للغاية التي الولايات المتحدة عادة نراها تستخدمها في عملية ردع الصين من محاولتها لغزوها أو تهديدها إلى تايوان مثلا. على سبيل المثال العام الماضي في أكتوبر كانت قد حركت البي 1 بامرز إلى جزيرة غوام التي تأتي طبعا كنقطة استراتيجية من تايوان لحمايتها ولردع الصين من أي عمل عسكري ممكن أن يحدث. ويجب أن ننتبه أن طائرات الـ F-35 الشبح الإسرائيلية بوجودها أساسا في هذا التمرين، وهي مناورات العلم الأحمر التي تضعك في موقف حقيقي في الحرب كما يصفه أساسا الجنرالات والقادة الأمريكيون عندما يصفون هذه المناورات. فهذه الطائرة أي أجواء الإيرانية لا تعتبر غريبة عليها أبدا. فالعام الماضي وتحديدا في شهر أغسطس كما تلاحظون كشفت إيلاف بهذا الشكل بتفاصيل هزت المنطقة بأكملها بأن طائرات الـ F-35 الشبح الإسرائيلية دخلت الأجواء الإيرانية ولم تتمكن أساسا المنظومات الرادارية الإيرانية أو الروسية من ضبط هذه الطائرات، وطائرات الشبح الإسرائيلية دخلت للأجواء وخرجت. ومع هذه المناورات، مع التهديدات، مع تخصيب اليورانيوم الذي نتحدث عنه، نحن أمام خطر كبير لا زال حاضرا في هذه المنطقة بسبب ارتفاع تخصيب اليورانيوم بهذا الشكل. بل إن هناك شخصيات مهمة أساسا أمريكية مثل زلماي خليل زاد الذي ترونه، وهذا الرجل أساسا كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي أفغانستان وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في زمن حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش. هذا الرجل أساسا كان أيضا أحد صناع السياسة الأمريكية في البيت الأبيض، في البنتاغون، في وزارة الخارجية الأمريكية في منتصف الثمانينيات، وكان مرشحا صدق أو لا تصدق من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن يكون زلماي خليلزادة هو وزير الخارجية الأمريكي، ولكن وقع الاختيار طبعا على مايك بومبيو. هذا الرجل الآن وجه رسالة واضحة للإدارة الأمريكية، لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن طريق إيران انترناشونال بهذا الشكل، لقاء حصري تحدث فيه بالكثير من التفاصيل المهمة. وهو قال ببساطة: يا جو بايدن، يا أيها الرئيس الأمريكي، عليك أن تعلم أن إيران الآن وأنت تعلم ذلك تماما هي تساعد بوتين بالطائرات المسيرة، قد نرى الصواريخ البالستية وغيرها في مهاجمة أوكرانيا. أيضا بأن هذا الشخص سيف العدل وهو قائد تنظيم القاعدة كما تحدثت الولايات المتحدة وتقييمات استخبارية مؤخرا بأن سيف العدل هو موجود أساسا
في إيران الآن، وأن إيران تحتضن تنظيم القاعدة، وأيضا إيران ستصل إلى القنبلة النووية، لا تحاول كثيرا معها على المستوى الدبلوماسي، وأيضا أن الشعب ليس راضي على النظام أبدا، وهم ثائرين على النظام الإيراني بسبب كل ما يجري من قمع وغيرها، وأيضا أن إيران تبحث عن عملية اغتيال أطراف مهمة وشخصيات مهمة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وعلى هذا الأساس ما الذي تنتظره؟ ليست أمامك أي خيارات غير عملية عزل إيران دوليا تماما، والضغط على الاتحاد الأوروبي والأوروبيين وحلفائك في عملية وضع هذه المنظومة المهمة جدا، ألا وهي طبعا الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب. يجب أن تضغط عليهم بأن يضعوا الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، اطلب من حلفائك أن يسحبوا سفرائهم، اعزل إيران دوليا، ضع عقوبات على إيران، اخنق إيران، إيران لن تصل بك إلى نتيجة، بحسب طبعا ما يتحدث عنه زلماي خليلزاد. وطبعا إيران انتبهت لهذه المسألة، وكان هنالك اتصالا في ظل كل هذه التحركات بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يناقشون فيه التعاون الاقتصادي وغيرها. هم يتهيئون لمثل هذه العقوبات، هم منتبهون تماما، ولكن الزيارات والتحركات العسكرية الكبيرة التي تأتي من وزير الدفاع الأمريكي وكذلك من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، هي لا تأتي فقط لمواجهة إيران، فكما تحدث لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بأنها أيضا نحن قلقون من مسألة روسيا ووجودها في هذه العملية، وخاصة أن روسيا الآن بدأت تستخدم نوعية صواريخ جديدة في حربها في أوكرانيا من الصواريخ المجنحة، ألا وهي من الجي دي أي أم كما ترون بحسب ما نشرته درايف يوم أمس، وهذا اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية تصعيدا خطيرا في هذه المعركة طبعا بكل تأكيد. ولكن أيضا هم يريدون أن يستثمرون نوعا من الارتباك لدى قوات فاغنر الآن في جبهة باخموت التي تعتبر هي من الجبهات المهمة في ضغطهم على إيران، في تواجدهم، في تحديهم، يضغطون الآن على بشكل كبير على حلفاء روسيا. وكان هنالك تصريحات حاضرة من قائد قوات فاغنر ألا وهو بريغوشين، يفيغني بريغوشين، تحدث اليوم بهذا الشكل وبدأ يشكي ويشكو إلى روسيا: نحن بحاجة لمساعدتكم أيها الروس، نحن وحدنا لن نستطيع فعل الكثير في هذه المعركة. فكما تلاحظون هنا باخموت كما ترون، عملية المحاصرة من قوات فاغنر التي لم تكتمل حتى هذه اللحظة. طبعا يفيغني بريغوشين كان قد تحدث بشكل واضح أن الآن الأوكرانيين يهيئون لهجوم كبير لفك الحصار عن باخموت. هم الآن حضروا فرقة موجودة في سلوفيانسك وكذلك في سيفريسك التي ترونها هنا، وأيضا هناك فرقة أخرى موجودة من قوات النخبة الأوكرانية في تشازفيار وكذلك في كوستانتينيفكا. وما تحدث عنه هنا بأن القوات، وطبعا يجب أن نلاحظ بأن قوات فاغنر لديها تحرك بهذا الاتجاه، دعونا نأخذ هذا اللون الأحمر الخاص بهم، بأن لديهم تحرك بهذا الاتجاه، تحرك بهذا الاتجاه، وتحرك بهذا الطريق، يحاولون من خلال خلق هذه الأجنحة غلق المنطقة. طبعا هو يتحدث بأن هذه القوات ستقوم بهجوم خطير للغاية، يأتي بهذا الشكل الذي ترونه، وأيضا ستأتي من سيفريسك لعملية ضرب هذا الجناح الذي يتقدم من هذه المنطقة، وأيضا من تشازفيار التقدم سيأتي بهذا الشكل، وحتى من كوستانتينيفكا ستأتي عملية التفاف كبيرة. وبالتالي أن القوات الأوكرانية ما تبحث عنه هنا هو خلق دائرة كما تلاحظون بهذا الشكل على الدائرة أساسا الموجودة لدى القوات الروسية، أي أنهم يريدون قطع تماما كل الإمدادات بهذه الاستراتيجية وبهذا التكتيك على فاغنر. وطبعا قبل الإغلاق فاغنر سيكونون مضطرين للانسحاب من هذه المنطقة. ما يشكو منه هنا بريغوشين بشكل واضح يريد دعم روسيا، يريد المزيد من السلاح، السلاح الذي لدينا غير كافي أبدا، وبدأ يشكو من العديد من الأمور. أرسل ممثلا له أساسا في اجتماع مهم كان قد حضره ممثل عنه، ولكن الروس والقادة الروس لم يستقبلوه. كان قد شكى من أحد المحافظين موجودين المقربين من فلاديمير بوتين عن محافظ موجود في سانت بيترسبرغ يريد طرده ولكنه مقرب من بوتين. خلافات كثيرة للغاية، تبدو بأن أوكرانيا بهذا الشكل الذي نتحدث عنه من كلام بريغوشين بنفسه بأنهم في موقف قوي، وخاصة أن فلاديمير زيلنسكي كان اليوم في اجتماع مع قادته وسألهم ما الذي سنفعله في باخموت، باخموت تحت المطرقة الآن، هل ننسحب؟ قالوا لا، يجب أن نبقى ويجب أن نصمد. بالتالي تبدو ظروف جيدة هنا بالنسبة
للأوكرانيين، ولكن يجب أن نتذكر أن الأوكرانيين حتى هذه اللحظة إلى نهاية شهر أبريل أو حتى شهر مايو حتى تكتمل القوات والمدرعات التي يمتلكونها لا يمتلكون ما يكفي للقيام بهجوم كبير بهذا الشكل، قد يحقق ما يتحدث عنه بريكوشن أساسا. وكذلك أن كانت هنالك شكوى في الفترة الأخيرة هي قادمة من قبل الأوكرانيين بحسب الكييف إندبندنت من القوات الأوكرانية الموجودة في باخموت بأن القذائف الخاصة بهم كما تلاحظون قديمة للغاية، كما تحدث أحد الجنود بأنها تعود إلى عام 1943 وإلى 1938 عندما يتعرضون إلى 100 قذيفة يردون بعشر قذائف، لا يحققون الكثير في هذه المعركة. وأيضا وزير الدفاع الأمريكي بنفسه لويد أوستن صدق أو لا تصدق كان لديه تصريح حول باخموت وقال خسارة باخموت هي لن تكون خسارة استراتيجية كبيرة بالنسبة للأوكرانيين أو نصرا كبيرا بالنسبة للروس. ويبدو بأنهم يهيئون نوعا ما الرأي العام بأن باخموت فعلا قد تسيطر عليها قوات فاغنر، خاصة أن قوات فاغنر قد تقدمت، قامت بتقدم مثير للغاية في باخموت اليوم كما نشرت في الساعات الماضية. إحدى المقاطع المهمة التي نشرت لعملية قوات فاغنر إذا ما لاحظنا الآن وألقينا نظرة لهذه القوات وهي تتحرك تجاه نصب الدبابة الموجود في باخموت طبعا وهو قريب جدا من نهر باخموتكا، وستلاحظون كيف أنهم رفعوا أعلامهم منتصرين سعداء يرقصون في هذه المنطقة بأنهم اقتربوا من السيطرة طبعا على باخموت بهذا الشكل. وإذا ما ألقينا نظرة سريعة فقط لكي نفهم أين تأتي هذه المنطقة بالقمر الصناعي، وبسرعة هذه هي باخموت وهنا نهر باخموتكا، إذا ما اقتربنا طبعا من هذه المنطقة فهذا هو نصب الدبابة الذي ترونه ببساطة. وهذا يعني بأن القوات الروسية فعلا موجودة الآن على ضفاف النهر بأكمله ولكن ليس بالكامل، هم لديهم لازال جزء معين ليسوا موجودين به ولكنهم بشكل عام أصبحوا على ضفاف هذا النهر وأصبحوا خطيرين. وبالتالي كل شيء مرتبط بالشرق الأوسط، مرتبط كذلك بروسيا، كل شيء ينعكس على كل شيء آخر. هذه غريبة ولكنها أصبح العالم بهذا الشكل الاستراتيجي، يجب أن نفهمه وسنحاول أن نفهمه بشكل أكبر.